بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا شباب في مقطع جديد من مقاطع لعبة ارك اسندد. طبعا اليوم ان شاء الله يا شباب راح نتكلم عن طريقة تركيب المودات. طبعا هذا الاصدار الثاني من لعبة ارك، تمام. طريقة تركيب المودات طريقة مرة سهلة. اول شيء لما تدخل على القوائم الرئيسية عندك، طبعا في عندنا اختيار في اليمين اللي هو المود ليست، تمام. طبعا راح نتكلم هنا، وكل الشغل اكثر بيكون في هذا القسم. طبعا لما تدخل على هذا القسم راح تلقى مجموعة من المودات، منها المودات الاساسية الخاصة باللعبة، ومنها المودات المضافة للعبة. فزي ما تشوفوا الآن عندي حوالي تقريبا 7 صفحات موجودة للعبة، فتقدر تبحث عن أي شيء في محرك البحث. مثلا نبغى نبحث عن سباي جلاس على سبيل المثال، تمام. خلينا نكتب سباي جلاس، نحول اللغة الإنجليزية. زي ما تشوفوا الآن بحثنا عن كلمة سباي جلاس، راح يطلع لنا هنا المود الخاص فيها. فأي مود تبغاه تبحث عنه، وإذا كان ما تعرف شيء المودات تقدر تتصفح في الموقع نفسه أو في الصفحات، العدد الصفحات زي ما تشوفوا الآن عندنا تقريبا اللعبة لها 3 أيام ونزلت لها 7 صفحات من المودات، وكل مود يجيك له شرح خاص فيه. كل ما تدخل على المود يجيك الشرح الخاص فيه وطريقة التعامل مع هذا المود، فالمود اللي يناسبك تقدر تستخدمه. لكن اليوم راح نتكلم عن مود سهل وكثير يبغونه اللي هو سباي جلاس، عشان كذا راح نحدده هو من ضمن المودات اللي راح نشرحها. طبعا لما تدخل على المود يجيك فيه هنا اختيار اسمه انستول، لازم تضغط على هذا الانستول. بعد ما ينتهي العداد راح تطلع لك كلمة انستول، شايفها؟ هذا كذا معنى الرسالة هذه، معناته ان المود تحمل عندك، لكن باقي طريقة تفعيله عندك في السيرفر. فالطريقة كيف؟ ترجع للقائمة الرئيسية. بعد ما تدخل على القائمة الرئيسية راح تدخل هنا، بعدين يجيك اللي هو المود سيتنج. المود سيتنج هنا يا شباب راح يظهر لكم المودات اللي انتم مركبينها. اما اذا كان المودات ما هي ظاهرة عندك، ادخل على المودات اللي انت حملتها عندك هنا في الجهاز او حملتها عندك في السيرفر الخاص فيك. راح تظهر لك هنا المودات الخاصة، بعد كذا تأشر على المود وتعطيه اللي هو اكتب. الان زي ما تشوفوا الان انا لغيت هذا المود، لكن ايش فعلته مره ثانيه. اي شيء من المودات اللي انت تبغى تلغيه تضغط عليه دياكتيف راح يلغي، والمود اللي تبغى تفعله تضغط عليه كلمه اكتف. في معلومه برضو مره مهمه يا شباب، لما انك تفعل المود احيانا بعض المودات لازم يكون لها ترتيب خاص، انتبه لها ترتيب خاص. زي هذا المود من الشروط الخاصه فيه انه دائما يكون اعلى مود من المودات. فالطريقه كيف؟ انك تحاول ترفع هذا المود حتى توصله في الترتيب المناسب. فانت قبل تركب المود اقرا المواصفات، اقرا الطلبات الخاصه بهذا المود. زي ما تشوفوا هذا المود اللي اقصده اللي هو خاص بترتيب الاغراض، فحاول انه يكون دائما اول مود عندك في المودات اللي تستخدمها. فزي ما تشوفوا هذه المودات اللي انا مركبها، والمود الخاص فيها اللي هو سباي جلاس، هذا هو سوبر سباي جلاس. زي ما تشوفوا عندي مجموعه من المودات، وهذه هي المودات بشكل عام. طيب خلينا ندخل الان السيرفر ونشوف. بعد ما تفعلها تسوي لها اكتف وترتبها بالترتيب الممتاز، ادخل على سيرفرك وتاكد. خلينا نشوف. اوكي شباب زي ما تشوفوا الان دخلنا على السيرفر. اول شيء تسويه انك تدخل على الانجرام وتبحث عنه. خلينا نكتب سباي مثلا، سباي جلاس. زي ما تشوفوا هذا سباي جلاس الافتراضي، وهذا السوبر سباي جلاس اللي احنا تونا نصبناه. فراح الان اجمع المتطلبات هذه واصنعه، بعد كذا ارجع لكم ونشوف كيف طريقه تفعيل هذا المود. طيب شباب زي ما تشوفوا الان المتطلبات كلها كامله عندي، فالحين نصنع هذا سباي جلاس ونشوف كيف طريقه استخدامه. زي ما تشوف هذا كان عندي سباي جلاس العادي، لكن راح اركب الان السوبر سباي جلاس اللي احنا ركبنا المود الخاص فيه. فالحين لما اني اشر على نفس الايتم او على نفس السوبر جلاس راح يتفعل عندي. وزي ما تشوفوا الان مجرد ما احدد على اي ديناصور راح يعطيني المواصفات الخاصه فيه. شوفوا الان هذا الديناصور الان ليفل 70، وهذه هي المواصفات الخاصه فيه من الدم الى اخره، سواء ديناصوراتك او اي ديناصور. وهذا يا شباب باختصار اللي هو طريقه تركيب المودات في سيرفر او في سيرفراتك الخاصه في لعبه ارك اسندد. اتمنى تكون استفدتوا. لا تنسوا دعم القناه والاشتراك لايك، ولا تنسوا يا اخوان نشر الفيديوهات، وباذن الله نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.